تواصل إدارة محافظة كركوك تنفيذ مشاريعها الخدمية في عموم أحياء ومناطق المدينة وضواحيها، حيث تشهد أحياء حي الشهداء وروناكي تنفيذ مشاريع إكساء وتبليط الشوارع وتأهيل الأرصفة، فضلا عن إنجاز العديد من المتنزهات والحدائق العامة وساحات لعب الأطفال. وقد وصلت نسبة المشاريع المنجزة في هذه الأحياء إلى 80%. المواطنون بدورهم أشادوا بجهود إدارة محافظة كركوك في تنفيذ المشاريع الخدمية واستراتيجية في جميع المناطق دون تمييز. فارس الماجد وتفاصيل. أشاد أهالي حي الشهداء وحي النور بمستوى المشاريع الخدمية التي أنجزت في فترة قياسية، حيث تشهد المنطقة شوارع مبلطة وحدائق ترفيهية ومنظومات إنارة، وما زالت الأعمال جارية على قدم وساق، وذلك بفضل المتابعة الجادة لإدارة المحافظة وحرصها على تقديم أفضل الخدمات لمواطنيها. سيد دكتور نزم الدين الله يكون معونه، ما شاء الله يعني على شغله. قبل كان ماكو، كل الشارع كلها طسات، أي أولا. ثانيا سايد واحد مسوينا سايدين الحادث، يعني حتى أقول لك من الطلاب راحوا شهداء من وراء الشارع. المجاري مال المي ما شاء الله عليه، يعني ماكو شيء، ماكو مقصر يعني ويانا، الله يكون بعونه. بالليل من تنام شكل، تقعد الصبح شكل. عندنا مستوصفنا ما شاء الله المحافظه دزلنا سوينا اياه، وعندنا حديقه وشوارع تبليط جيده جدا ان شاء الله، وعندنا كهرباء كل زينه الحمد لله والشكر، كلها بفضل المحافظه، وعندنا لزقه وشوارع كل زينه. ساهمت المشاريع الخدمية بانتظام دوام المدارس في الأحياء الشهداء والنور في مختلف الظروف، مع وجود الطرقات المبلطة وتأهيل الأرصفة وتوفر المتنزهات. هسه احنا ان شاء الله بادين بشغل هذا مشروع ركاونة، فبدينا بحدل، وبعدين بدينا ببيورتين وسواقي، من بعدها بدينا بفرش الحديد بيارسي، وبعدين وراها الصب. فبداية العمل كل المشروع كله من هذا، من بداية هذا الشغل كل إنجازه حيبدي على هذا الطريق مال الشغل مال الصب، فجاي نشتغل به مراحل، يعني مرحلة وراء مرحلة. تستمر إدارة محافظة كركوك بتنفيذ المشاريع الخدمية في مختلف أحياء المحافظة دون تمييز، وهي تشرف على تنفيذها كي تنجز على أكمل وجه. فارس الماجد، فضائية كركوك.